الهيكلية اللي يعيش منها القطاع منذ عشر سنوات. نزيد نعطي مثل آخر اللي هو يمثل العوائق هذه الهيكلية، اللي عدد الوحدات المغلقة قبل الثورة هو 60 وحدة، ما يقارب 60 وحدة، وبعد الثورة مع 2011 تزادوا تغلقوا 33 وحدة أخرين. هذايا اللي نحب نقوله، اللي باش ما نخليوش كل شيء على الثورة، وهذا ما ينحيش من الصعوبات اللي تعدى بها القطاع في 2011. أما نرجع لأنه المشاكل الهيكلية اللي عندي يعاني منها نجم نلخصها على الأقل باش نسرع في 4 محاور. هو السياحة متاعنا مركزة بالخصوص على نوع من السياحة، نوع من المنتوج اللي هو السياحة الشاطئية، واللي يقول السياحة الشاطئية يقول سياحة موسمية، لأنه البحر ما نجموش تمشي له في عام كامل، وهذا التركيز معناته بين 60 و80% على المنتوج ومع الموسم هذا، والتركيز الآخر على الأسواق، وخاصة فما 6 أسواق تمثل 80% من الأسواق متاعنا، اللي هما 4 أسواق أوروبية، فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا، والزوز أسواق الجوار ليبيا والجزائر. والحاجة الأخرى هي طريقة التسويق، لأنه 80% من التسويق متاعنا يمر حبر متعهدي الرحلات، هذوما لي تور أوبيراتور، وهذه عملية تسويق مشينا لها شيئا فشيء، وهي المردودية متاعها اتحطت. يعني هذايا العنصر الأول. وقت اللي صارت عدة دراسات استراتيجية منذ سنة 2000، معناتها فما دراسة قام بها البنك العالمي، وفما دراسة قامت بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في 2001، وآخر دراسة استراتيجية في 2010، إلا أنه لم تكن هناك الإرادة السياسية باش نفعلوا نتائج الدراسات هذه بصفة جدية من جهة، لأنه القطاع هذا لحم تحلوه كما يقولوا، وكانت ديما فيه المحبات وفيه التدخلات باش ما نمسوش وباش ما نغشوش، وذاك علاش تراكمت الأوضاع اللي وصلتنا للمشاكل الهيكلية. آخر دراسة قمنا بها في سنة 2010 دراسة استراتيجية معمقة، وعاودت قالت الحوايج هما بيدهم، اللي هي تنويع المنتوج، اللي هي إعادة النظر في منظومة الترويج متاعنا كليا باش نقتحموا أسواق جديدة، اللي هي التعويل، لأنه صاروا دي فيراج في العالم السياحة، منه الديموقراتيزاسيون دو سيال، يعني اليوم معناتها الفضاء مفتوح وإحنا قعدنا فضاء مغلق. انترنت اللي هي خذات قسط كبير من السياحة، اليوم 50% من الحجوزات تصير على الانترنت، واحنا قعدنا بالطرق التقليدية، يعني صاروا دي فيراج واحنا ما خديناهمش، وهذا اللي جاء. والحاجة الأخرى اللي هي بلادنا تصغر بمخزون، احنا عددناها في الدراسة هذه، فما 10 منتوجات اللي هي تونس عندنا بدينا حطينا ساق فيها، ما القسط كبير النجم ناخذوه ما خديناهش. نذكر منها السياحة المؤتمرات، السياحة الثقافية، سياحة الاسترخاء والاستشفائية، السياحة الرياضية، هذه كلها معناتها عندنا فيها قسط كبير، عندنا فيها معناتها ان بوتنسيال كبير وما زلنا ما خديناهش. 2011 كانت بالطبيعة كان عام صعيب، لأنه تراجعت السياحة متاعنا ب 40%، ما يعادل 40%، معناتها خسرنا 2.5 مليون سائح، وهذا معناتها هبطنا من 7 ملايين ل 4.8. هو الحقيقة العدد الصحيح هو 4.5، لأنه فما 300,000 هما الإخوة اللي جاونا من أفريقيا ومن الصين ومن مصر جراء الأحداث وجراء الثورة الليبية، وذاك هذايا معناتها العدد الحقيقي. تراجع في المداخيل كيف ب 35%، وهذايا في قطاع هش، معناتها في قطاع مريض، كي تجيه كي يتعدى بهال معناتها التسونامي هذايا ما يشدش روحه، وذاك علاش كانت الازمه زاد تعقدت. الحمد لله اللي سنة 2012 استرجعنا قسط كبير من اللي خسرناه، استرجعنا أكثر من 50%، يعني السنة جاونا منذ بداية السنة 6 ملايين سائح، معناتها النقص
ما نحكيش على الزيادة مقارنة ب 2011، مع الأقل النقص مقارنة ب 2010 ولا 15%. من حيث المداخيل فتنا 3.2 مليار دينار، وهذا معناتها زيادة ب 35% من المداخيل، وقلصنا العجز مقارنة ب 2010 ب 10%، وهذا حاجة طيبة جدا. أكثر من 10 ملايين ليلة مقضاة إضافية هذه السنة، فتنا 30 مليون ليلة في النزل، هذا كلهم إشارات طيبة، هذا اللي خدمنا عليه، وهذه كانت الأولوية الأولويات المعالجة للأمر للأمور الظرفية، لأنه كان ما خرجناش والحمد لله خرجنا مش كان خدمة وزارة السياحة ولا المهنيين متاع السياحة، هو الوضع العام في البلاد الكل، الأمن رغم اللي نسبي من الأمن بصفة عامة معناتها خلى اللي السواح جاوا للوجهة هذه. احنا كنقارنوا مثلا في مصر ولا في بلدان اللي تعيش الوضع واللي هي بلدان سياحية بامتياز اللي ما رجعتش معناتها المستوى متاعهم، ما زالوا مقارنة ب 2010 في نقص ب 30%. معناتها احنا اجمالا المسار متاعنا رغم التعثرات اللي صارت من 9 أفريل ومن أحداث جوان ومن أحداث أمريكا اللي هي صارت لها انعكاسات سلبية، كنا نعملوا خير، كنا نجموا نعملوا خير، أما إجمالا يعني فما صار تطور السنة، هذا يخلينا في أكثر أريحية باش ننطلقوا، وإحنا هذا اللي حضرنا له بالتوازي مع العمل على الأمور الظرفية، وتحركنا معناتها مخطط كامل عملناه للتحرك ولمعاضدة الوحدات باش ما تسكرش، باش العباد اللي خرجت قينا لهم حلول اجتماعية، عملنا حملات إشهارية كبيرة ياسر، تحرك كبير ياسر بتظاهرات وبجلب صحفيين وجلب متعهدي رحلات، خذينا قرارات في الميزانية التكميلية لمعاضدة أصحاب النزل من إعادة جدد الديون، وعملنا معناتها هذا كان الهدف الأولاني، لأنه كانت عندنا قناعة اللي إذا ما نخرجوش من الأزمة هذه ما نجمو نعملوا حتى إصلاح هيكل، هذا كلام يولي كلام فارغ، لأنه معناتها ما تنجمش تعمل عملية جراحية وقت اللي واحد ما يتنفسش، لازم على الأقل يرجع يتنفس باش نجمو نشرعوا. وهذا قلت بالتوازي، قلنا احنا كانت عندنا نوع من الاوبتيميزم، قلنا ما يلزمناش وقت اللي كان مع الخدمة هذه إن شاء الله باش تخرجوا من الأزمة هذه، أما يلزمنا نكونوا حاضرين باش ننطلقوا في المشاريع الهيكلية. وذاك علاش عملنا حينا استراتيجية من الدراسة اللي قيناها واللي هي 99% ولا خليني نقول 90% ما زالت فالابل، خذيناها عدة جلسات وزارية صارت، عملنا مصادقة على الاستراتيجية هذه، خلقنا وحدة تصرف باش تشرف عليها، وتوا وصححنا خاصة ما يقارب الستة اتفاقيات مع الدول اللي هي الصديقة واللي تحب تعاوننا في القطاع هذه، منها فرنسا عندنا اتفاقية، مع إيطاليا صححنا اتفاقية، مع تركيا صححنا اتفاقية، مع المنظمة العربية للسياحة صححنا اتفاقية، هذم الكل باش يجيو يساندونا في وضع الاستراتيجية هذه. وحلين وتوا قاعدين نحطوا في هالوحدة هذه، وإن شاء الله نهار 19 فيفري باش يصير اليوم ليزاسيس دو توريزم اللي باش يتم الانطلاق الفعلي للمشاريع هذه وللفرق العمل اللي هي باش تخدم حتى ل 2016، وعندنا مخطط طموح باش ننهضوا بالسياحه نتاعنا ونعالجوا النقائص نتاعها ونخرجوا من المشاكل، وخاصه فما مشكله كبيره اللي احنا حليناها واللي زاده كانت الحقيقه معناتها كل واحد يرمي في الكوره للاخر كما يقولوا، خلينا البنوك والوتله، هي مشكله المديونيه، ومنذ سنه واحنا نخدموا على المشكله هذه ومع وزاره العدل ومع وزاره مع البنك المركزي، واليوم احنا بصدد وضع قانون لوكالة التصرف في الأصول اللي هي باش تشرف لمعالجة هالوضعية متاع المديونية اللي هي معناتها ولات مشكل كبير، إعاقة كبيرة لتطور السياحة وللخروج من عنق الجزازة بالنزل اللي تعاني من مشاكل اللي هي جبدت لوفر الكل باغ لو با، لأنه ما عادش فما استثمار لتطوير المنتوج ولا استثمار لتطوير الجودة ولا جودة الخدمات، لأنه الوتلة فما معناتها عدد كبير من الوتلة يفوت المئات النوتيل اللي هم يعانيوا في مشكل مديونية عالقة، وبالتعاون مع البنك العالمي واحنا والبنوك
وفي تونس باش نلقاو مشكله بالحاله بحاله. واخيرا في اطار الكراس نتاع الاستثمار الجديد، مجله الاستثمار الجديده اللي قاعدين نحضروا فيها، فما باب كامل خصصناه للسياحة، وإحنا معناتها بصدد الدراسة متاعه المعمقة باب كامل لتحفيز الاستثمار، لأنه بالمجلة الاستثمار مش تبدأوا في منوال تنمية جديد، وفي قطاع السياحة اللي مش يحفز على الاستثمار في الجودة في الانوفاسيون وفي التنويع المنتوج في طرق الإيواء مخالفة في تطوير السياحة الثقافية السياحة البيئية، وكل المجلة الاستثمار الخاصة باب الخاص بالسياحة باش يمشي في هذا التوجه، وإن شاء الله بخروجنا من الأزمة من جهة وبتفعيل هالبرنامج الاستراتيجي اللي هو اليوم بدا، معناتها ان شاء الله السياحه نتاعنا توصل للاهداف نتاعها اللي هي خليناها نتاع الوصول الى 10 ملايين سائح ومداخيل ب 3 مليار في موفى 2016، وان شاء الله ربي معنا ومع الوزير اللي باش يجي في بقعتي. بارك الله فيك سيد وزير السياحه، ان شاء الله بالتوفيق لما فيه خير هذه البلاد والعباد.